صوت عشقته شريحة كبيرة من الصينيين، لكنه لن يستحق سالي في الأيام، فصاحبته نجمة غناء السوبرانو بينغ ليوا ستتوارى عن الأضواء بموجب عرف صيني يمنع ظهور زوجات قادة البلد. فقريبا سيتسلم زوج بينغ ليوا ونائب رئيس الصين المنتهية ولايته زي جينغ بينغ مقاليد الحكم في البلد، وبالتالي لن يكون بمقدور ليوا الغناء دعما للجيش الذي بدأت حياتها جندية عادية فيه، كما لن تفيد شعبيتها التي تتجاوز بكثير شعبية زوجها في دعم هذا الأخير على طريقة ميشيل أوباما والعديد من زوجات رجال السياسة في العالم. أما الإعلام الداخلي الذي يواكب بتغطية واسعة مجريات تحول قيادة الحزب الحاكم في الصين وسط ضجة فساد مالي ينخر في البلد، فلم تأتي كل وسائله المرئية والمسموعة والمكتوبة على ذكر اسم المغنية بينغ ليوا زوجة القائد المرتقب. ومقص الرقيب سيكون حتماً بالمرصاد لأي تفصيلة تتعلق بهذه المرأة التي قدمت فيما مضى أغاني عدة تمجد حزب الدولة الشيوعي الحاكم. ومع ذلك كثيرون يروا بأنه إذا كان بمقدور امرأة كسر تقليد اختفاء سيدات الصين الأول عن الواجهة، فسيكون هذا الشخص مغنيتهم بينغ ليوا ذات 49 عاماً. فحضورها وثقافتها وقاعدتها الشعبية الواسعة لن يكسب زوجها صورة قاتمة كتلك التي ما زالت تذكرها كتب التاريخ في الصين عن الزعيم الراحل ماو تسي تونغ وزوجته الممثلة المغمورة جيان كينغ. فقد حرمت كينغ من السلطة وطردت من الحزب بعد استغلالها نفوذ زوجها في تصفية حسابات شخصية أشد استغلال، لترتبط منذ ذلك الحين صورة الفتاة الجميلة والرجل صاحب النفوذ في الصين بالفساد.